نناقش هذه المواضيع مع ضيفنا صباح هذا اليوم السيد دافيد عيسى، كاتب وسياسي. صباح الخير. صباح الخير وأهلا بك. أهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. لألك المشاهدين الكرام، يا هلا. انطلاقة ستكون مع أبرز ما حصل في جلسة مجلس الوزراء بالأمس. ربما كانت العيون يعني شوي بعيدة عن مسألة الموازنة، طالما أنه الحل ما كانت بلور بالنسبة لمجلس الجنوب اللي عنده كانت واقفة مسألة الموازنة وإقراره أم لا. ولكن برز أمس اقتراح للوزير جبران باسيل بأنه يجب طرحها والتصويت عليها وحذف مسألة موازنات المجالس والصناديق عنها، ربما تأجيلا لمرحلة لاحقة. هل بتنا اليوم قريبين من إقراره بعد هذا الاقتراح؟ أول شيء، موضوع الموازنة هو موضوع أساسي وحيوي بالنسبة لقيام السلطة، يعني المفروض يكون في موازنة بالدولة. طبعا هناك كلام كتير عم بينحكى عن موضوع المجالس وعن عن موضوع الصناديق وكذا. طبعا اقتراح الوزير باسيل اقتراح جد مهم، انا بأيده وبلاقيه انه اقتراح جد منطقي، عم بيشيل عم بينقل المشكل وعم بيحاول يعالج لب الموضوع اللي هو موضوع الموازنة. إذا شلنا موضوع الخلاف هو اليوم على موضوع المجالس والصناديق، خلينا نشيلهم على جنب ونطرح موضوع الموازنة، لأنه الدولة بدها تمشي بدها تتحرك. ما بيصير صار لها الموازنة 3 سنين 4 سنين مش قارنين، هي خامس سنة. يعني خامس سنة مش يعني اليوم. أنا بقول اقتراح الوزير باسيل هو اقتراح إيجابي جدا، يجب النظر إليه مش من منطلق سياسي، من منطلق مصلحة الوطن. لا. لأنه بتعرف بلبنان اليوم صاير إذا بيقول المعارضة شيء مزبوط الموالاة دغري بيقول له لا، بيقول له والموالاة إذا بيقول شيء مزبوط المعارضة دغري بيقول له لا. يعني عم تستغل كل الأمور سياسية. عم تستغل يعني. كل الأمور سياسية. خلينا ننظر بهيدا الموضوع بكل موضوع بموضوعه بشفافية وبموضوعية. لا. أنا بلاقي أنه هذا اقتراح جدا مهم، يجب النظر فيه ويجب الأخذ به ويجب دراسته بتمعن ويجب إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن. نعم، بس ما بتلاحظ أنه يمكن هذا بشكل مخرج للموازنة ويمكن يتم إقراره إذا استبعدت موازنة المجالس والصناديق، ولكن عم ننقل المشكلة ربما لمرحلة لاحقة، يعني عندما سيطرح مجددا موضوع هذه المجالس والصناديق رح ترجع بتوقع الأزمة برأيك؟ خليني مع الأسف رح أحكي بكل صراحة. شو هيدي المجالس؟ المجالس هي مجالس سياسية، هي ليست مجالس لا إنمائية ولا اجتماعية. معلش بمرقوا مساعدات للناس وللعالم، بس تحت شعار سياسي مش تحت شعار إنمائي. اليوم خلينا نستعرض الأمور مثل ما هي بواقعية. طائفة الشيعية عندها صندوق مجلس الجنوب، الدروز عندهم صندوق المهجرين، السنة عندهم مجلس الانماء والاعمار، المسيحية عايشين على فتاة هالمجالس ما عندهم ولا مجلس. هودي شو؟ هو الدكاكين عم بينفعوا العالم فيها. بيجي انت بيطلع انت بتصوت معه بالاخر انت معه بيساعدك، انت ما منك معه ما بيساعدك. أنا مع إنشاء وزارة التصميم الذي اقترحه الرئيس بري هذيك المرة بموضوع وزارة التصميم. يجب أن يكون هناك وزارة تصميم، ويجب أن وزارة التصميم أن تشرف على هذه المجالس والصناديق كلها سوا، حتى إلغاءهم وإيجاد وزارة التصميم اللي هيدا الشيخ موريس جميل طرحها من 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 30 سنة. من يوم النائب علي حسن خليل قال إنه الرئيس سنيورة يريد تكريس منطق أن حكومات الوحدة الوطنية لا يمكن أن تنجح، ومسألة وضع مجلس الجنوب وكأنه عم بيسبب أزمة ومشكلة بيوقع بهيدي الخانة، يعني حكومة الوحدة الوطنية مثل ما شايفين مش عم تقدر تعمل شيء، وبالتالي هي حكومة غير ناجحة ومحكوم عليها بالفشل، يمكن استباء للمرحلة المقبلة عندما يحكى عن أنه بعد الانتخابات يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية أيضا. هل بتوضع هذه المسألة بنفس الخانة؟ منطق الحكومة الوحدة الوطنية بلبنان هو منطق خطأ. يعني نحن طبعا مع حكومة الوحدة الوطنية، بس حكومة الوحدة الوطنية بتكون ممثلة
وبيعطى الثلث المعطل لرئيس الجمهورية، مش بتعطى الثلث المعطل للمعارضة. بيعطلوا لك مجلس، يعني بغض النظر إن كانت 14 المعارضة ولا إن كانت المعارضة الحالية. أنا من الأساس كنت ضد حكومة الوحدة الوطنية، هي حكومة تجمع الأقطاب ويعطى إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو الضامن لجميع الأطراف. السلسل المعطل بالطائف أعطي إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية كيف يحكم؟ بدون إياه حكم. طب يا خي حكم كيف؟ الحكم اللي عم بيعمل فوتبول بده صفيره وبده كارت رئيس الجمهوريه كيف بيعمل ابو ملحن؟ كيف بده يعمل حكم؟ في شيء غلط بالمنطق اللي عم يحكوا فيه، انه حكومه ايه اكيد ما نجحت حكومه الوحده الوطنيه بهذا الشكل، ما بتنجح ولا بلد بتنجح. نحن بلد فيه 18 طائفه، اذا كل طائفه بدها تعمل اللي بدها اياه في كارثه. لذلك إذا بدهم مزبوط رئيس الجمهورية يكون حكم، بده يعطوه الثلث المعطل، ورئيس الجمهورية هو ضامن لكل الطوائف في لبنان، وهو يعطي كل الطوائف حقها، ولن يتنازل رئيس الجمهورية عن حق أي طائفة. ما بيقبل أنه طائفة تكون مغبونة. يا أما اليوم في ثقة بهذا الشخص بيقوله مثل ما عم بيحكوا أنه أنت الحكم وأنت هيدا، وبيعطوه قوة، بيعطوه ليقدر يحكم رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية اليوم ما عم بيقدر يحكم، كيف بده يحكم؟ سنتناول الآن الشق المتعلق بالمحكمة الدولية بالأول من أذار المقبل، يعني بعد يومين بتنطلق المحكمة بلاهاي. طبعا كان في أحاديث كثيرة حول عن أنه قد تستغل أم لن تستغل، وشفنا بالأيام القليلة الماضية إطلاق بعض الموقوفين يعني من قبل القضاء اللبناني. البعض راهن على أنه عند انطلاقة هذه المحكمة أيضا سنشهد المزيد من الإفراج عن بعض المعتقلين يعني في هذه القضية، وبشكل خاص الضباط الأربعة. كيف بتشوف سير المحكمة الدولية حتى اليوم؟ وهل يعني الأمور اللي عم تطلع بالنسبة للضباط الأربعة ستشكل ربما إذا فينا نقول ثقل بالمرحلة المقبلة وضغط في سبيل إطلاق، أم أنه عدم انتقال إلى لهاي؟ أنا بدي أحكي بموضوع المحكمة الدولية بشقين، بشق القانوني وبشق الكلام اللي عم ينحكى فيه بالبلد اليوم. بشق القانوني طبعا أنا مع المحكمة الدولية ومع كشف كل من قام بجريمة بلبنان، ابتداء من مقتل استشهاد الرئيس الحريري لبيير جميل لجبران التويني لأنطوان غانم لكل واحد السلسلة الكاملة. طبعا ما في واحد بلبنان الا ما بيتمنى معرفه الحقيقه، ونحن نريد معرفه الحقيقه. الرئيس الحريري شخصيه تاريخيه، شخصيه مهمه جدا، اكيد لازم ينعرف من قتلها. الرئيس الحريري خساره كبيره للبنان، لو بقي الرئيس الحريري اليوم اكيد نحن ما كنا وصلنا للشيء اللي وصلنا له. الرئيس الحريري كان انسان جد مهم، وهو خساره كبيره للبنان. هيدا بالشق الرأي لهيدا بالكلام اللي عم ينحكى اليوم. أنا بقول إنه عيب ينحكى بهالشكل عن محكمة دولية، يعني التجاذبات اللي عم تحصل عم بيصدروا أحكام مسبقة على الضباط وعن الناس وعكذا. هيدا موضوع لازم يكون خارج الكلام وخارج هيدا موضوع قضائي بحت، ما حدا له خصة فيه. بيطلع بيان صحفي من اللواء جميل السيد من الحبس بيرد على المدعي العام ما بعرف شو، يعني هيدي بطلت محاكمة. هيدي صارت مشكلة سياسية. الطريقة اللي عم تتعالج فيها موضوع الضباط الأربعة، أنا بقول هيدا موضوع خاطئ، يجب إعادة وضع الأمور بنصابها، ويجب ترك المحكمة هي والقضاة وفصل الموضوع تماما عن السياسة. هيدا موضوع يا أما هالضباط قتلين يا أما مش قتلين. صحيح، بس كيف يعني بتفسر توقيفهم كل هالفترة ومن دون يعني محاكمتهم أو بداية توجيه تهم، أو يعني كان وضعهم منه طبيعي؟ أنا ما بقدر فسر لأنه أنا ما عندي معطيات، ما بقدر حتى أنا قانونيا هل هذا الأمر مسموح منه مسموح؟ هلا انا ما بعرف شو عندهم معطيات القضاء.
أنا إذا بتقلي إنه إنسانيا، أنا وقت كنت دكتور سمير جعجع بالحبس أنا كنت ضد إنه هيدا ظلم بحقه، أنا ضد الظلم على مين ما كان. نعم. إذا كانوا مظلومين الضباط يجب أن يفرج عنه، إذا مورطين يجب أن يحاكموا ويجب أن يقولوا للناس هاو الضباط عاملين 1 2 3 4. الموضوع لا يحتمل تأويل. في كرامات الضباط وعيالهم وفي كرامات الناس، ما فيك كل تكة تجي تقول نعمل تأويلات على هيدا الموضوع. إذا هالضباط مورطين يجب أن يحاكم، إذا هالضباط مش مورطين يجب أن يفرج عنه. نقطة على السطر، ما في تأويل والله أنا كذا وأنا كذا. طيب بس هذا الموضوع بالنسبة فيه إفراج تم عن الأخوين عبد العال وجرجورة أيضا باليومين الماضيين، وإذا تم الإفراج عن ضباط الأربعة بلا هاي لأنه الموكل لواء السيد عم بيشير لهذا الموضوع، هو يعني شبه متأكد كما يقول، هذا الوضع ما بيطرح علامات استفهام بثقة بالقضاء اللبناني؟ طبعا طبعا، اصلا في مشكله يعني وضعنا قضائيا، اصلا في مشكله بالقضاء اللبناني، في مشكله كبيره القضاء في لبنان مسيس. شو مكذب على بعضنا؟ في مشكله بالقضاء، القضاء في لبنان مسيس مش من اليوم، انتبه على ايام السوريين ما ركبوا له ملفات لسمير جعجع وفوتوه على الحبس. واليوم هودي الضباط كمان، في ما بعرف اذا موضوع سياسي اما موضوع ما عادش تعرف على القضاء، تعرف بعدين تعرف بعدين. إذا كانت يعني اليوم كله ما بيصير قضاء وتأويل، يا أما في قرار محكمة هالجماعة مجرمين قاتلين متورطين بمقتل الرئيس الحريري، يا أما بيقولوا لا. على كل حال الشيخ سعد الحريري بمقابلته مع الأستاذ مارسيل غانم من الفترة الأخيرة قال أنه نحن نتمنى معرفة الحقيقة ونحن بدنا نعرف مين قاتل، وهيدا حق انتبه هيدا حق، بس انا عم بقول انه يجب عدم تسييس القضاء، يجب عدم تسييس الامور. يا اخي ما في يا قاتل يا مش قاتل. على كل حال هلا الموقف الرسمي اللبناني يعني اصبح واضح، ومبارح وزير العدل ابراهيم نجار قال بانه القضاء اللبناني سينصاع لقرارات القضاء الدولي طبعا. ان كانت سلبا ام ايجابا، شو ما كانت هالقرارات يعني لبنان راح يقبل بها، ويعني هذا بيدل على عدم تسييس أنا على الاقل لبناني لما سينتج عن هذه الحكومة. انا اعتبر وجود الدكتور ابراهيم نجار على راس السلطه اليوم القضائيه هي ضمان للقضاء. دكتور إبراهيم نجار من أنزه الناس ومن أهم الناس، وحتى الرئيس الأول اليوم الرئيس الأول القضاء شخص كمان جد مرتب، وضروري أنه يحسموا هذا الموضوع. ما بيصير الناس ما بقى عندها ثقة بالقضاء، في مشكلة يعني بلد، تصور بلد عنده مشكلة مع القضاء، عنده شك بقضائه. يعني اليوم بتطلع بتسمع بيقولوا لك القضاء يعني شيء بشي بالراس، الناس ما عادش عندها ثقة بالقضاء. نعم. ما بيصير هيك. طيب وبالنسبة يعني للانتخابات كمان عم يحكى انه في وتمت الموافقة عليها بمجلس الوزراء انه مراقبة دولية لهذه الانتخابات، هل تتخوفوا من تزوير ما يستدعي وجود هذه الرقابة الدولية، ام انه فقط للتأكيد على نزاهة هذه الانتخابات وما في خوف من حصول اي امر بتعلق بالتزوير؟ انا حقيقة ما يطمئنني بالانتخابات انه ما بيحصل تزوير هو شخص زياد بارود، وزير الداخلية. وزير الداخلية زياد بارود. زياد بارود هو شخص رصين، هو شخص شفاف، هو شخص آدمي، هو شخص نظيف، هو مثل من الوزراء اللي اعتبرون على رئيس الجمهورية. يا ريت في 4 5 مثل زياد بارود بالحكومة، وهيدا مثل. إذا رئيس الجمهورية عم جيب هيك ناس نعم هالناس. أنا بقول إنه وجود زياد بارود على رأس وزارة الداخلية هو أكبر ضمانة، وهي ضمانة أكثر من مراقبة دولية للانتخابات.